هو الاداري ملوش علاقه بالجمهور، ومش المفروض الاداري يسلط عليه الضوء ويطلع يتكلم في القنوات. او هو النادي الاهلي ليه سيستم معين، يعني الاداري ده بيشتغل ملوش علاقه بالجمهور ملوش علاقه بالفضائيات ولا الكلام ده يعني. والاداري هو ليه شغله بيعمله يعني. هو الاداري في جوه الجهاز هو تقريبا الوحيد اللي يبقى شغله داخل مع كل اعضاء الجهاز، مدير فني، المدربين، مدرب حراس مرمى، طبيب، العمال المساعدين معاه. فالاداري هو اللي يبقى الشغل بتاعه مشترك بين كل اعضاء الجهاز، بس مش شرط بقى الاداري يطلع يقول تصريحات والكلام ده. الاداري ليه شغله بيعمله بس يعني. الاداري اصلا شغله ما بينتهيش تقريبا خالص يعني. لو هياخد اجازه فتره بسيطه جدا وبيبدا يجهز للموسم الجديد اختبارات، وبعدين لو على حسب التعليمات اللي بتيجي من الاتحاد تسجيل القائمه الاولى بيبدا يجهز ليها، وبيبدا الموسم. اول ما بيبدا الموسم الشغل كله بيبقى على المدير الفني، بيبدا يجهز لفتره الاعداد، ولو في معسكر بيبدا يجهزه ويشوف القائمه الاولى مع المدير الفني وبيبدا يشتغل عليها يعني. والقائمه الاولى بتتجهز طبعا، مجهز بيطلب ورق من اللعيبه وبيشتغل سيستم بيسجل القائمه الاولى يعني. دور الاداري، هو الاداري في التمرين بيبدا بدايه الموسم على حسب البرنامج المحطوط اصلا هيبدا امتى، وبيشتغل مع المدير الفني، بيبدا يحط مع خطه مع المدير الفني. المدير الفني عايز ايه في التمرين، بيسال ويجهز مع المدير الفني. بيجي قبل التمرين على الاقل ما يكون ساعه ساعه ونص لازم المدير يكون موجود، يبدا يجهز مع العمال اللي بتساعده في الشغل. بيشوف الادوات، بيشوف الكور، لو في ملابس بيشوف الملعب جاهز ولا لا، وبعدين يتمم على اللعيبه وعلى الجهاز بتاعه، الجهاز الطبي وطبعا الجهاز الفني مع المدير الفني، ويبدا التمرين. ساعات المدير الفني بيحتاج جيم، بيحتاج مغطس، يحتاج ماتشات وديه، كل الحاجات دي. لو عايز معسكر ويبدا الاداري يجهز للمعسكر، معسكر فين، وبيجيب عروض ويشوف المعسكر ده المكان بتاعه والملاعب والماتشات الوديه في المعسكر والاتوبيسات، حاجات كتيره جدا يعني، تفاصيل كتيره جدا بيشتغل على الاداري في فتره التدريب. الماتشات الرسميه طبعا قصه مختلفه تماما يعني. الماتشات الرسميه في الناشئين برضو، في الناشئين الموضوع مختلف تماما عن الدرجه الاولى، لان الناشئين هو بيتاكد من سلامه اللعيبه اللي معاه، الاوراق بتاع اللعيبه اللي معاه، اللعيبه مظبوطه سن ولا في لعيبه ورقه مش مظبوط. وطبعا بيشتغل على الفرقه الثانيه، يشوف الفرقه اللي قدامه الثانيه، وهو مش الهدف ان هو يشوف الفرقه الثانيه ان هو ياخد 3 بونت، هو بيحفظ حق النادي الاهلي يعني. انا لما باجي اشوف ورق فريق تاني مش هدف الهدف منه ان انا اشتكي الفريق التاني او اعمل حاجه، انا بحفظ حق النادي الاهلي وبحفظ حق اللعيبه، لان لو بيلعب مع لعيب اكبر منه ممكن يسبب له ضرر كبير، وبتحصل اصابات كبيره جدا واصابات خطيره. فده دور الاداري طبعا، بيجهز للماتش وبيجهز للماتش بره ولا جوه بيختلف، وبيجهز الانذارات، الايقافات، وحاجات كتيره جدا بيبدا يشتغل عليها، يجهز السكور. الماتش لو عندنا هنا بيبقى ليه تجهيز، ماتش لو بره بيبقى ليه تجهيز مختلف يعني. هو الموضوع نفسه احنا لما بنيجي نشتغل في النادي الاهلي احنا معانا جهاز اداري محترم جدا. انا لو في فرصه اقول لك اسماء الاداريين. طبعا معانا عم عبد العيد، راجل قيمه كبيره ومديرنا ورئيسنا وتعلمنا منه كلنا. معانا احمد عبد العيد ماسك 99 و99 تبع فريق الشباب. معانا كابتن صابر 2000، كابتن محمد راشد 2001، كابتن شريف خليل 2003. وشريف خليل من الجنود المجهوله يعني، شايل شغل القيد في المنطقه بصراحه، بيعمل مجهود جامد جدا. في عمار 2004 وسيد 2005، وبعدين ابو المدرسه احمد فؤاد، ومعاه سيد حجاج ومحمد كشك. دول اداريين احنا بنيجي بنشتغل علينا احنا الاول، على اللعيبه اللي بتجي لنا الاستعلامات. انا مش مهم زي ما قلت لك، انا مش مهم اخد 3 بونت، انا ما باجي اشتغل بشتغل على اللعيبه عندي، ولو حسيت ان في النادي الاهلي ليه حق لازم ادور عليه واجيبه مهما كان هو فين او مع مين يعني. فاحنا اصلا الاداري بيعمل يعني تقريبا تحريات زي الشرطه في اي حته، بيروح بيتعرض لمخاطر كتيره جدا عشان يبقى متاكد من اوراق اللعيب اللي بيجي. قبل ما اقول لك ان احنا خدنا بطوله اداريا يعني بلعيبه مزوره، احنا في اكتر من لعيب جانا السنه اللي فاتت وكنا ممكن يجي يلعب ويشارك واكبر من سنه، والاداريين هنا قدروا يكتشفوا ان هو مزور ومشي. وفي لعيبه في انديه راحت انديه ثانيه. وانت بتشتغل بتشتغل على شقين، على الفرقه بتاعتك وعلى الفرقه المنافسه، بيبقى في حاجات غير طبيعيه انت بتشوفها في الملعب يعني غريب يعني، صعب هتقدر تميز بالنظر. واحد عنده 18 19 سنه بيلعب مع ولد عنده 14 سنه. انا في النادي الاهلي من 2007 كنت في الاكاديميه، وصعدت 2013 2014 للقطاع يعني. لا
لا في حالة غريبة جدا جت، هو الولد كان جاي اختبار والولد جاي اختبار 2003، فطبعا انت كابتن شريف جاب الورق وقعدنا نشتغل عليه، شريف خليل الاداري بتاع 2003. فبنسأل الولد انت لعبت في حته قبل كده؟ قال لي لا ما لعبتش في حته قبل كده. فانا بستعلم يعني، لينا طريقه بنستعلم بيها. فالولد لقيته متسجل في نادي النوبي. قلت له انت متاكد ما سجلتش في حته قبل كده؟ قلت له طب دي صورتك؟ قال لي لا. قلت له طب ازاي يعني؟ فاكتشفت ان الولد واخد ورق واحد تاني. فخدت قلت له طب انت معاك ورق، معلش يعني سؤال كده يعني، احنا لنا برضو من الخبرات المتتاليه والمتراكمه بقينا نعرف مين. قلت له معاك محفظه؟ قال لي قلت له هات. ففتحت المحفظه بتاع الولد لقيت فيه بطاقه الولد مواليد 97 ومعاه كارنيه مواليد 99 متسجل في دجله، ومعاه كارنيه 99 متسجل في الزمالك، والرقم القومي اللي على الكارنيه بتاع لعيب في الجونه مواليد 2000، وانا عندي الولد ده موجود. يعني دي كانت اغرب حاجه شفتها، يعني عامل عام 97 وعامل ورق بيلعب في دجله 99 وعامل ورق بيلعب في الزمالك 99، والرقم القومي اصلا بتاع ولد في الجونه، وتقريبا الكارنات دي مضروبه مزوره، هو ما لعبش في الانديه دي يعني، الكارنات دي مضروبه لان انا ما استعلمت بالرقم القومي طلع بتاع لعيب في الجونه مواليد 2000. فدي قصه كبيره جدا، واحد يعني صرف قد ايه وعمل كل القصه دي عشان يجي يلعب كمان 2003 عندنا. وفي واحد في حالات كتيره جدا يعني، في حاله من الحالات الولد 96 وكان بيلعب في نادي وجايب ورق بتاع اخوه جاي يلعب 2003، 96 من 2003 يعني فرق كبير جدا يعني، يعني حاله شاذه جدا. وللامانه في لعيبه في انديه تانية كبيره وكملت ومشيت، والموضوع بتاع التزوير ده موضوع قصه كبيره جدا، ويعني صعب جدا السيطره عليه، وكل منطقه من المناطق ليها اسلوب وطريقه معينه في التزوير يعني. لا بس انا مش هقدر اقول لك هي ايه المناطق والاسلوب ايه والطريقه ايه. رحت مره المحله وكان رحت بسال على ولد، و فانا معايا صوره الولد اللي بيجي هنا التمرين، فروحت طلعت الفصل بشوف الولد، قالوا لي الولد في حصه العاب تحت. قلت كويس مدرس العاب بتاعك كده عارف. فروحت شفت الفرقتين اللي بيلعبوا، الولد مش فيهم. فكلمت مدرس العاب وقفهم كلهم طابور وبند على اسم الولد، انا شايف الولد مش قدامي، فالولد مش راضي يطلع. راحوا مطلعين الولد وقالوا مش هو ده. فلقيت الولد واخد ورق ابن عمته وجاي بيلعب بيه النادي الاهلي. قعدت في المكتب بتاع المدير وعايز الورق الرسمي، وقعدوا يساوموني طب ناخد منك الورق الثاني. ابو الولد اللي في المدرسه جاء وعمل مشكله كبيره جدا والبلد كلها اتقلبت، وخدت الورق اللي انا عايزه وهربوني من باب خلفي بعربيه وادوني الموقف ركبوني ومشيت. البلد كلها تقريبا جت المدرسه اللي انا كنت فيها. فمش انا بس المدرب يعني، اما واحد يروح حتت في الصعيد صعبه جدا ويجي يستعلم هو مش عارف هو يستعلم على ايه، والصعيد الدنيا صعبه جدا كمان يعني، وهم عندهم العصبيه والعائلات متماسكه ومترابطه جدا، فصعب جدا حد يقول لك سر، وصعب تاخد معلومه يعني، صعب جدا تاخد معلومه من اي حد وتعرض للمخاطر. بس انت مش هينفع تسيبه وانت عندك شك ان هو مش سليم يعني. فدي حاجه كتير جدا، وده جانب من شغل اداري، مش كل شغل اداري. الجانب ده في الناشئين مختلف طبعا، ما فيش حد في الدرجه الاولى او الفريق الاول بيستعلم ويشوف لعيبه مزوره ولا مش مزوره، دي حاجه زياده على شغل الاداري. الاداري في الناشئين بيشتغل تقريبا هو المسؤول عن يعني عن حجز اتوبيسات، عن الفنادق، عن لو في تصريح سفر، لو في جوازات، لو في اي حاجه. لكن انا متهيألي الدرجه الاولى الدنيا متقسمه شويه ومتحدده، كل واحد ليه دور يعني بيعمله.